السلام عليكم. هو مستوى الزيت الذي تكلمتكم عليه هو مجاعون 110 تكون في هذه الوضعية العكس، هذه الوضعية كبير يكون هنا وصغير يكون هنا. هذه رها رافعة سيسيس، هم عندما تجد هذا المحور الكبير عرفها دفع سداسي أو رباعي. هذا دفع سداسي، هذا بسم الله رأس صديقي يعمل وراها على الأرجل، لا أستطيع أن أحركها لكن أريكم من بعيد. هذه دفع سداسي، عندما تريد أن تجعل الدفع السداسي يوجد نوعان، النوع الأول محور الطولي ومحور العرضي، أعراض هذه التفاضلية، هذه تاع الطولي، هذه تاع الطولي، وهذه تاع العرضي. أنت ماذا تفعل في الطولي؟ تجعل يدك هنا في اللامة ثم تضغط هذه، يشتعل هذا الضوء هنا أخضر. إن لم تخرج لك هذه الطولي تستطيع أن تسير سرعات متسارعة لا بأس بها في الحركة الخامسة أو السادسة، لكن في هذا الطولي إن لم تخرج يجعل لها هذا العرضي، معنى ذلك يصبح كل العجلات في ستة يعملون مع بعض. لهذا يقول لك ممنوع أن تدور العجلة يمين ويسار الوقت الذي تخرج فقط ثم أنزع. عندما تخرج أضغط عليه مرة أخرى ينطفئ الضوء، إن لم ينطفئ الضوء سر إلى الخلف قليلا فقط، مهم سر بمال حتى ينتزع إن شاء الله. هذا في الدفع، هذه دفع سداسي. تبقى هذه تعد الطولي، هذا الطولي كذلك يمشون في ست عجلات، لكن العجلات التي تكون ثابتة في الأرض فقط تمشي، الذي لم تكن ثابتة في الأرض لا تمشي. ممنوع عندما تجعل السداسي هذه وهذه، ممنوع أن تدير العجلات الوقت الذي تخرج من المكان الذي غرست فيه فقط، بدون أن تنسى تغيرها يدوي بطبيعة الحال، غيرها يدوي. وهذه ماشي سلحفات كذلك تحتاجها في هذه، ممكن تستطيع أن تجعلها مع هذه، هي في نفسها الرافعة لا تمشي مسرعة إن جعلت سداسي هذه تاع ست عجلات، ستة في ستة. من حين لآخر تستعمل هذا واحد وفقط تخرج. إن غرست لك في الرمل، أحد أصدقاء غرست له في الرمل روالي، جعل كل هذه الأزرار لكنها لم تخرج حتى أنقص لها في العجلات، أنت كذلك أنقص لها في العجلات، أجعلهم كيلو، 2 كيلو. عندما تصل إلى الطريق المعبد يجب أن ترجعها كما كانت، ترجعها 9 كيلو أو 8 كيلو، وإن لم تستطع من الأحسن أن لك لا تمشي بها والعجلات ناقصة، توقف لا تمشي، لأن العجلات الناقصة بطبيعة الحال يجعل لك مشكل، ممكن العجلات يخسرون، لأن عندما أنقصت العجلات لكي تخرج من الرمل فقط. والسلام عليكم ورحمة الله.